مصر كانت محتاجة حاجة زي كده بالفعل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا بنفكر غلط ان احنا موقفين وبناخد قنوات واحد واحد وفينا فلسطين وقال ان احنا يعني كدولة حقوق مقصرين مع هذه النوعية من المرضى والأطفال دول. كانوا رغم ضروري ان احنا يعني نتبنى هذه الرؤيه ان احنا نعمل حاجه زي كده. لا طبعا في بعض الاقوال تقول احنا عملناه فتوح. طب ليه ما عملوش في عمق الدوله؟ ليه ما تعملش في عمق الدوله المصريه في محافظات القاهره او اسكندريه او خلافه؟ يعني فهرد عليك بنفس الرد اللي اتعمل فيه مركز الف اسوان ان انا محافظات النائيه لابد ان انا مصادر جذب اخرى واكون مقصد يعني لها مقاصد اخرى بخلاف السياحه اللي انا بستقبلها خلاف اسر المصريه بس. مطروح بتتغير بالمؤتمر الاقتصادي احنا عملناه برعايه رئيس مجلس الوزراء وسيد رئيس الجمهوريه والدكتور اشرف سلمان رئيس الوزراء وزاره التخطيط والدكتور زكي بدر في وزاره التخطيط. جينا مطروح بتتغير وجهتها. مطروح هتكون مقصد طوال العام وليس فقط ثلاث اشهر الصيف. ده اللي ان شاء الله المستهدف. احنا في مشروعات كتير عملناها وحطينا حاجات اساسيه بالفعل. في مشروعات تجاوز الحاجات اللي بتنفذها ال 50% المقرر ان شاء الله المرحله بتاعتها تنتهي شهر يونيو القادم. احنا بنتابع كل مشروعات اللي بنحطها. مفيش مشروع المستثمر ياخد ارض ويسيبها واحنا نبقى يعني نتابع بعدين. مفيش كلام من ده. متابعين وده مشروط خلال ان احنا في استاذ التليفون بيغطي الشاشه في متابعه مستمره ان احنا المشروع ينجز عشان نعمل عماله ونشغل مقاولات والدايره كلها هتلف في هذا الموضوع. مبتدا دوت كوم